السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنقول لولادنا اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله البارئ. البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت والنقص والعيب والخلل، وهو الذي خلقه متميزا بعضه عن بعض، ومن اكثر من ذكره نال السلامة من الايه؟ من المكروه. تمام، اللي بيكثر من ذكر اسم الله البارئ بيناله السلامة أكثر من الإيه؟ من الحاجات السيئة أو المكروهة. قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيرا لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سورة البقرة الآية 54. تمام، والحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرق وبرق. تمام، أخرجه أحمد والبهيقي. ده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هنحكي قصة لأولادنا توضح لنا أكتر معنى اسم الله البارئ. في قديم الزمن، القصة اسمها الأمير وقناع الفضة. الأمير وقناع الفضة. في قديم الزمان كانت هناك مدينة أهلها فقراء، ويحكمهم أمير شاب قوي شديد الذكاء ولكنه حزين. استدعى وزيره وقال له: أنا حزين، لا أحد يزورني وليس لي أصدقاء. قال الوزير: علينا الذهاب إلى حكيم المدينة ليرشدك إلى السعادة. تمام، وبالفعل ذهب الأمير ووزيره إلى الحكيم، وحكى الأمير له عما يشعر به. قال الحكيم: طلبك بسيط يا مولاي، فكل ما عليك أن تخلع القناع فقط لتشعر بالسعادة. قال الأمير: أنا لا أرتدي أي قناع على وجهي. قال الحكيم: انظر يا أمير عبر زجاج النافذة وقل لي ماذا ترى. قال له: بص على الزجاج بتاع، بص من الشباك يعني، وشوف انت ايه اللي انت هتشوفه. تمام، قال الأمير: أرى الناس يسيرون في الطريق. قال الحكيم: حسنا، الآن خذ هذه المرآة وقل لي ماذا ترى. قال الأمير: لا أرى إلا نفسي. ثم قال الأمير: هل تعني أنني غير سعيد لأنني لا أفكر في غيري؟ يعني أنت شايف أن أنا مش سعيد عشان أنا مش بفكر إلا في نفسي بس. قال الحكيم: نعم، فأنت تملك كل شيء إلا السعادة التي يمنحها لك حب الناس. فقال الأمير: جزاك الله خيرا، لقد فهمت الآن، وعلي أن أصلح عيوبي وأدرك النقص الذي جعلني حزين. دي قصة الأمير وقناع الفضة، وإحنا خدنا اسم الله البارئ. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.